أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من البرنامج الوثائقي توقيت فوجيان الموسم الثاني. من خلال هذا البرنامج سنصطحبكم معنا في رحلة إلى مقاطعة فوجيان الخلابة لنتعرف معا أكثر على هذه المقاطعة وعلى ثقافتها العريقة. لحن البيبا ينبعث منه صوت الأم التي تعلم ابنها بصرامة العزف على هذه الآلة، فهكذا تناقل هذه التقنيات الموسيقية جيل إلى جيل. ألحان تشوانجو التي مرت بألاف السنين عادت إلى الحياة في هذا الزمن. الثقافة في تشوانجو قد دمجت بين الثقافة الصينية والأجنبية بحسب موقعها الجغرافي والتاريخي، لهذا هناك ثقافة مميزة ولها سحر خاص. دعونا اليوم نتعرف أكثر على هذه الثقافة.2017年，蔡雅艺将男音艺术创响世界顶级音乐殿堂维也纳金色大厅，让世界赞叹中国的优雅和底蕴。我最早觉得，如果有人长得像男音的话，在较早时期，我会觉得那个人应该很古老传统。但是我慢慢的，在当我再去认识男音的时候呢，从追溯到唐宋以来，有1000多年。 他有吹拉弹唱，我觉得简直你可以在这里面玩一辈子。那 OK， 你第五节如果弹得乱七八糟，你就要从第一节开始。OK， 如果第五节弹得 OK， 大家觉得好棒哦，然后就 OK。但是如果你第五节弹得跟鬼一样，我们就要从第一节开始。第一节更不乱。那比较不乱的是什么？第五节。没有从头。他们在吵架。那你说怎么一个不能？ 第五节嘛，正好谈到哪里？他们要谈9节虾啊，那就不谈了。蔡雅艺给儿子取名为蓝鹰，意为在山峦中翱翔的雄鹰，谐音男婴。3岁的时候，蓝鹰就会琵琶弹唱了，用生命的延续来传承男婴，这是他对未来最好的想象。他父亲太执着了。 因为他从宝宝不到3岁的时候，帮他拿住琵琶，握着他的手一个点一个挑，这样练到现在没有中断过。可能你无法想象，曾经做电子音乐的陈思来，受妻子影响，也开始着魔于男音的世界。 你弹一下，我看一下琵琶有没有声音。OK 哦，来 Go。 在去年的时候，开始跟福建省的一个出版社来合作这个男音1000首曲的记录工程。 这个工程还在进行当中，我想这个是一个很有意义的事情，就我们这一代人能够用现在的科技手段去把某一些东西先记录下来。等一下哈，刚才那几个就是说是厦门法的这个地方哈，我觉得不能弹点，要弹歇。 我们说我们现在从这个玉这个地方，OK，好，OK，夫妻俩曾经在新加坡尝试过大胆的男音创新，回来泉州后，蔡雅艺决定用现代的手法传承男音。男音的语言在正文当中，它是属于特殊语言，这个是因为我们卡啊，我们要强调这个，它运用国际音，然后用练词的方法。 去强调出练词的过程，所以这个其实是蓝雅艺的国际音标的感觉。其实我做蓝雅艺到现在已经应该算是7年了，我觉得我的头发都快掉光跟白光光了。2019年，蔡雅艺与张艺谋导演合作的艺术与科技作品《对话预言2047》。
激活了大众对男婴的新印象。在蔡雅艺眼中，人会历经生老病死，但文化历久弥新，男婴是属于未来的。小心哦，会飞起来哦。就像男婴这样子，给他学了男婴这样的文化，他以后看到任何伟大的文化都列入联合国遗产的那些文化，就像笔尖是一样的，那我觉得那种底气就很好啊。我自己作为一个泉州人，然后到年纪稍微长一点的时候，才深深地感觉到在泉州这个地方，不论是它的那些建筑物、戏曲、音乐、人文也都非常的丰富，为出生在这个地方的人给到那么一点点底气。走出悠远的男婴世界，我们准备继续打卡泉州的美好声音。还是先填饱肚子吧。来，你们要吃沙茶面吗？为什么这里都是什么印尼什么的呀？是啊，你怎么会做印尼的东西？我是印尼归侨。然后就把印尼好吃的带过来了。对，那肉沙茶面一个，想吃这个炒面，那就一个炒面，一个沙茶面喽。嗯，好吗？很好的。那先等一下了哈。好，谢谢谢谢。印尼娘惹糕，娘惹什么意思啊？娘惹。奶奶，娘惹什么意思呀？以前的故事在新加坡，小娃娃很爱吃东西，这个是娘惹起的。随妈妈的意思是吧？是。印尼肉串来了，吃了吃。哇，谢谢。好不好吃？我喜欢，有点芝麻糊的感觉。来，炒面大肠来了。哇，好大呀！我有。先来尝一尝。感觉怎么样？非常棒，真的非常好吃，超级好吃。按照印尼话来说是安娜，安娜，安娜，哇，好好吃啊，好吃吧？我们吃完了，那我们要准备去其他地方看一看了。行，以后有机会再来，拜拜。这家沙茶面馆成为了我们的意外收获。泉州也是中国著名的侨乡，在这里还有很多和爷爷奶奶一样的归国华侨。不仅将国外的风情带回了泉州，也把美好生活融入了这片土地。بهذا الزمن يرن لحن المدينة القديمة في البلاد الحديثة. التقليد مع الانفتاح ما زال هذا الدمج يشكل الروح الأساسية لهذه المدينة. جميع أهالي تشوانجو فخورين بثقافتهم. ويرغبون بنشر هذه الألحان المميزة للعالم أجمع. نشكركم على حسن المتابعة. أما الآن سأصطحبكم معي في رحلة إلى مقاطعة فوجيان لنستكشف ونتعرف معا على هذه المقاطعة عن قرب. ابقوا معنا لتشاهدوا حلقة جديدة من برنامج لين في فوجيان. أنا اليوم متواجدة في أجمل القرى الموجودة في محافظة بنان. هاي القرية اسمها لونتان. في هاي القرية في عرض أوبرا مشهور جدا، وهذا النوع من الأوبرا يعد من أقدم أنواع الأوبرا الموجودة في الصين، حيث بدأ من عهد مينغ، يعني إلى اليوم عمره أكثر من 400 سنة.
عرض الأوبرا هذا أو مسرحية الأوبرا تدعى بسبينغ، فاليوم سأخذكم معي لنستمع أو نشاهد عرض الأوبرا الخاص في قرية لونتان. يلا. تم تناقل أوبرا بلبنان 15 جيل على مدار 400 عام، وتعتبر من أنواع الأوبرا البدائية في الصين. على ما يبدو أنه في حفلة موسيقية اليوم المساء الساعة 6، بس مستحيل لأنه هاي قرية. أوكي، اليوم المساء رح أضل للساعة 6 وأشوف إذا في حفلة أو لا، وشو هي الحفلة. متحمسة كثير. أنا سعيدة جداً 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 إني إجيت على قرية لونتان. بالفعل مكان أكثر من رائع ومن أكثر القرى المميزة والفريدة من نوعها. أجمل ما بهذا المكان إنه جمع ما بين الفن القديم التقليدي اللي عمره أكثر من 400 سنة، اللي هو عرض الأوبرا اللي شاهدناه في الصباح، وكمان ما بين الفن الحديث والأغاني اللي بيسمعوها الشباب. هذا المكان بالفعل فيه تناغم بالفنون للرسم الطبيعة، فإذا بتحبوا الطبيعة والهدوء والفنون هذا المكان أنسب مكان. يلا تعالوا على قرية لونتان.